لم يحارب الحظ. انطلقنا وعلى الله توكلنا في معركة الإجداع، في معركة سن الإبداع والإبداع، في معركة من معارك ميدان الشحانية لعام 2022. أهلا بالحاضرين، أهلا بالأصايل والمعلنة عن الانطلاق الباحثة، عن الناموس الباحثة، عن السيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب. إذن متابعينا في كل مكان، أعلنت انطلاقة شوطنا 23 المخصص لسن الأجداع الإبكار، ومن ضمن انطلاقات مهرجان أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه لنبدا وإياكم هناك إلى من تقود هذه الجحافل في أقوى المحافل. مذعور محمد بن سريع بن حطاب الكعبي يقود هذه المسيرة، ينفرد هنالك لتنفرد هنالك مع مقدمة الشوط مذعورة، بينما حضرت هنالك وانطلقت ووصلت هنالك منصور بن محمد السيف الخيارين مع المركز الثاني وثالثا، مخيفة راشد بن سلطان بن قالب المنصوري يدفع لنا بمخيفة، وبينما المركز الرابع نتابع هنالك الانطلاق والحضور من قبل ليالي مبارك بن سعيد اللجبع الخيارين يأتي ليقدم لنا هنالك ليالي، بينما المركز الخامس القدوم من قبل الحذف أحمد بن سالم بن متعب العفاري. هكذا هو ندان الأول لهذه الأسماء، لهذه الشعارات الرنانة المنطلقة والحاضرة والباحثة عن السيارة تويوتا لاند كروزر بيك اب. ولكن نعود هنالك إلى مذعورة، هنالك إلى شعار بن حطاب الكعبي أحد الشعارات الكبرى، حاضر ومتقدم مع مقدمة الشوط وقائدا لهذا المسار، بينما ثانيا من تسللت وقدمت هنالك وتحركت في هذه اللحظات الضبية منصور بن محمد المنصور الخيارين، بينما المركز الثالث الحضور من قبل مخيفة وراشد بن سلطان بن قالب المنصوري يقدم لنا مخيفة، المركز الرابع الحضور من قبل ليالي مبارك بن سعيد اللجبع الخيارين، وخامسا الانطلاق من قبل الحذف أحمد بن سالم بن متعب العفاري. هكذا للمرة الثانية لهذه الأسماء المنطلقة، لهذه الأسماء الحاضرة، لهذه الأسماء الباحثة عن السيارة التويوتا لاند كروزر بيك اب، الباحثة عن الناموس في هذا المهرجان. لكن العودة إلى هنالك مذعورة، إلى التحركات المتميزة، إلى العروض الكبيرة التي يقدم لنا محمد بن سريع بن حطاب الكعبي قائدا لهذا المسار، بينما التحركات الكبيرة والاندفاع من قبل شعار بن قالب المنصوري من يتقدم ليقدم لنا هنالك مخيفة. راشد بن سلطان المنصوري يتحرك ليتقدم إلى المركز الثاني، بينما ثالثا التحرك في هذه اللحظات من قبل ليالي، وصل شعار بن لجبع الخيارين يقدم لنا شعار الضبية تنطلق هنالك رابعا، الضبية من تتحرك على رابع المراكز، بينما خامسا الوصول في هذه اللحظات والانطلاق من قبل هنالك الحذفة أحمد بن سالم العفاري، وما قبل الخمس ياهي من أسماء قادمة ويقود هذه المعركة، ما قبل الخمس تتقدم هنالك في هذه اللحظات مطفية أحمد بن علي السبوسي، ولكن العودة إلى مذعورة، العودة هنالك
ذلك إلى الشعار الكبير الغني عن التعريف، المندفع والقائد لهذا المسار، متحكما بكل إصرار، مهيمنا مسيطرا على مجريات أمور هذا الشوط، ليقدم لنا مذعورة، من تتقدم مع البداية الأولى، من تتحرك هنالك لمحمد بن سريع الكعبي، بينما حضرت ليالي في هذه اللحظات مبارك بن سعيد الأجبع الخيارين، يقدم لنا ليالي بينما العفاري يتسلل من المركز الخامس ويتقدم هنالك إلى ثالث المراكز والمركز الرابع. الحضور من قبل مطفية أحمد بن علي السبوسي، أبناء الإمارات يتقدمون يتحركون، الوصول من قبل هنالك الضبية منصور بن محمد السيف الخيارين إلى وين هذا الشوط؟ هل سيذهب أم سيبقى هنا في ميدان الشحانية؟ ما زالت مذعورة قائدة لهذه المسيرة متحكمة بقبضة الصدارة، يقدمها لنا محمد بن سريع بن حطاب الكعبي، بينما وصل العفاري وحضر العفاري ليقدم لنا الحذف، أحمد بن سالم العفاري يتقدم في هذه اللحظات، لكن يا سلام يا هي من معركة نتابعها في هذه اللحظات، وصلت إلى أسماء وانطلقت في هذه اللحظات، هنالك الوصول والقدوم، وصلت هنالك الذيبة بخيث بن مسلم العامري، يتقدم العامري في هذه اللحظات ليقدم الذيبة، أيضا الوصول والقدوم في هذه اللحظات من قبل مطفية أحمد بن علي السبوسي، تحركوا أبناء الإمارات وتحركوا أبناء الشحانية لتحلو المعركة في هذه اللحظات. ولكن العودة هنالك إلى مذعورة محمد بن سريع بن حطاب الكعبي، والثمانمائة متر الأخيرة ما زالت مذعورة، من تتقدم من البداية، بينما وصلت هنالك الحذف أحمد بن سالم العفاري وحضرت هنالك وانطلقت ارتداد راشد بن محمد الزقيب المري، سلام يا سلام. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة هنالك إلى مذعورة، العودة مع الحذف العفاري يقدم لنا الحذف، وصلت في هذه اللحظات وانطلقت هنالك ارتداد راشد بن محمد الزكيب المري، ولكن العودة هنالك إلى مقدمة الشوط وآخر الأمتار، مذعورة ما زالت قائدة لهذه المسيرة. الله الله يا هذا الحضور، أتابع التقدم في هذه اللحظات من قبل هنالك هوايل مبارك الاكتبي، ولكن مذعورة والسيارة مع مذعورة، والسلام إلى وين يتجه يا أخوان؟ ما زالت مذعورة سلام لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي، والسيارة تبقى في الشحانية، والناموس هنا في الشحانية مع مذعورة لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي، فسلام لك يا الكعبي سلام. بينما من أتت على المركز الثاني الحذف أحمد بن سالم بن متعب العفاري، المركز الثالث حضرت هنالك المركز الثالث صروح سعيد بن خليفة بن زار الخيل، المركز الرابع شديدة متعب الراشد السلعان، المركز الخامس ارتداد الراشد بن محمد الزقيبة المري. أكد متابعينا الكرام شاهدنا وياكم هذا الشوط، فحضرت مذعورة محققة التويوتا لاند كروزر بيكاب لمحمد بن سريع بن حطاب الكعبي، التوقيت الزمني 9:07 و4 أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما منات الثانية الحذفة لأحمد بن سالم بن سعيد العفاري، التوقيت الزمني 9:08 و16 أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما منات الثالثا هوايل مبارك بن سعيد بن محمد الاكتبي، التوقيت الزمني 9:08 و74 أجزاء من الثانية، تهانينا على هذا الفوز والانتصار.